تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الجغرافيا، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. تشرق الشمس من الغرب. تشرق الشمس من الغرب، أحسنتم، خطأ. تشرق الشمس من الشرق، تشرق الشرق. ثانيا، تساعدنا المعالم المكانية على تحديد مواقعنا. تساعدنا المعالم المكانية على تحديد مواقعنا. أحسنتم، صحيح. نحدد مواقعنا باستعمال المعالم المكانية، أو لتحديد مواقعنا نستعين بالمعالم المكانية، صحيح. تقع مدينة وهران جنوب الجزائر. جيد، خطأ. مدينة وهران تقع غرب الجزائر. جنوب الجزائر، خطأ. نحدد جهة الشرق بجهة طلوع الشمس. جهة الشرق بجهة طلوع الشمس. طلوع الشمس معناه شروق الشمس. إذا جهة الشرق جهة شروق الشمس. أحسنتم، صحيح. نراجع. تشرق الشمس من الشرق، من الغرب، خطأ. تشرق الشمس من الشرق، من الغرب، خطأ. تساعدنا المعالم المكانية على تحديد مواقعنا، صحيح. تقع مدينة وهران غرب الجزائر، جنوب الجزائر، خطأ. نحدد جهة الشرق بجهة طلوع الشمس، صحيح، أو جهة شروق الشمس. ننتقل إلى التمرين الثاني. حدد الجهات الجغرافية الأساسية. إذا الجهات الجغرافية الأساسية، إذا لدينا أربع جهات جغرافية أساسية. نبدأ أولا بجهة، أحسنتم، الشمال. الشمال فوق، يقابلها، أحسنتم، الجنوب. من الجهة اليمنى، جيد، الشرق. يقابله، جيد، الغرب. إذا يوجد أربع جهات جغرافية أساسية. الشمال يقابلها الجنوب، والشرق يقابلها الغرب. الشرق من اليمين، الشمال فوق، جنوب تحت. أربع جهات جغرافية أساسية. التمرين الثالث. املأ الفراغ بما يناسب. لدينا فراغات، أمام، يمينا، خلف، يسار. أمام، يمينا، خلف، يسار. أربع كلمات ولدينا أربع فراغات. يقف المصلون في الصلاة الأمام، الإمام عفوا، الإمام. يقف المصلون في الصلاة، في المسجد، يقف المصلون، أحسنتم، خلف الإمام، أو وراء الإمام، أو خلف الإمام. في المسجد المصلون يقفون خلف الإمام أو وراء الإمام. عند قطع الطريق، ثانيا، عند قطع الطريق يجب علينا النظر، عندما نعبر الطريق في الشارع يجب أن ننظر إلى، من جهة، أحسنتم، يمين، ومن جهة اليسار. إذن عند قطع الطريق يجب علينا النظر، جيد، يمينا وجيد يسارا. عند عبور الطريق ننظر من اليمين ومن اليسار إن لم توجد سيارات. إذن عند قطع الطريق يجب علينا النظر يمينا ويسارا. ثالثا، يقف التلاميذ سارية العلم في الساحة، ساحة المدرسة. يقف التلاميذ، أحسنتم، أمام سارية العلم. نراجع الجمل. يقف المصلون في الصلاة خلف الإمام وراء الإمام. عند قطع الطريق يجب علينا النظر، ننظر عند العبور في الشارع الطريق، ننظر منه يمينا ويسارا. في ساحة المدرسة يقف التلاميذ أمام سارية العلم. وهكذا انتهينا من حل اختبار الفصل الأول في مادة الجغرافيا.
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.